من جانبه كشف العميد ناصر النوبة أحد أبرز قادة الحراك الجنوبي ومؤسسيه عن اتفاقيات تخدم القضية الجنوبية أبرمها مع الرئيس هادي خلال لقائه بدار الرئاسة بصنعاء. وكشف النوبة في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه اتفق مع الرئيس هادي على الكثير من الخطوط والعمل بصورة نوعية من أجل المضي صوب المستقبل بصورة واضحة. نعم، قابلنا في خامة الأخ الرئيس واتفقنا، ودام لقائنا جهة ساعتين، واتفقنا على كثير من الخطوط العريضة وكثير من الخطوات التكتيكية والاستراتيجية الخاصة بالقضية الجنوبية. نحن سعداء بمقابلة الأخ الرئيس، ونؤكد للجميع بأننا سنبذل قصارى جهدنا في التعاون والتساعد مع فخامة الأخ الرئيس، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى قادمة.